بسم الله نبدأ نشوف اليوم الاكسرسايز مع بعض يا طلاب. أعطيت لكم هذا السيناريو، أعطي هذا السيناريو يا طلاب، واضح هيك ولا لا؟ أنا وقفت هلأ. كل جملة عندي في هذا السيناريو اللي أنا حاطت لكم إياه هو example، ننتبه ل patient database، بدنا نفسرها مع بعض. ننتبه، نشوف الجملة الأولى أو statements الأولى اللي عندي. A patient is identified by patient ID and admission dates. And admission date. لما أعطيكم مثال بهذا الشكل أو جملة بهذا الشكل، اتفقنا سابقا الـ patient لوحدها هذا noun، هذا name. هذا معناته يا طلاب، انتبهوا، هذا معناته إنه هذا عبارة عن data type. هذا data type. كملت هلأ is identified by patient ID. By patient ID شو معناتها؟ شو حكينا is identified by patient ID؟ هلا هون عندي attributes، انتبهوا، هون عندنا attributes اللي هي تابعة لمين؟ لهذا ال entity type. إذا entity type هو patient، في عندي attributes تابعة له اللي هو patient ID، وهو عبارة عن key attributes لأنه كتبت أنا هون is identified. تبهو. And admission date، admission date اللي هي عبارة عن single attributes، atomic attributes. فإذا أصبح عندي الرسمة يا طلاب، بهذا الشكل. patient ID هو عبارة عن entity type، انتبهوا، patient ID entity type إلها two attributes اللي هو patient ID، انتبهوا، admission date. ال patient ID هو عبارة عن primary key، هو عبارة عن key لمين؟ لهذا ال entity، لأنه مكتوب هون is identified. و admission date هو عبارة عن simple, atomic, single، ننتبه، attributes. لغاية الآن في أي سؤال يا طلاب بعيد؟ طيب، انتبهوا لهاي الستيتمنتس كتير مهمة. A patient must be، يا إما يكون، انتبهوا، either emergency patients or resident patients. طبعاً لأنه أنا قارئ السيناريو كله، فيما بعد عم بعطيكم بعض الخصائص وبعض الصفات لكل واحد فيهم، انتبهوا، وبعض العلاقات كمان. لازم نقرأ السيناريو كله يا طلاب، لأنه أنا إذا اقتصرت على هاي فممكن أنا أحط، ننتبه، type of patients as attributes، as attributes، single attributes. يعني ممكن يكون هو emergency patients اللي هو مريض طوارئ اللي بيروحوا على الطوارئ يا طلاب، resident patients اللي هم اللي بيقيموا في المستشفى. إذا أنا ما كنت قارئ السيناريو اللي بعد، مفروض إني أحط هاي، انتبهوا، single attributes، أسميها مثلاً type of patients، type of patients. ولكن طالما في عندي في السيناريو اللي بعد أو في الجمل اللي بعدها، انتبهوا لهاي الملاحظة، عندي لكل وحدة ممكن attribute زيادة أو relationship زيادة،
فبالتالي هون مضطرين نقسم البيشنتس الى انتبهوا سب جروب اللي هي سميناها سب كلاس، سب جروب او سب كلاس زي ما اخذنا المحاضره الماضيه. اذا هذا حيكون عندي سوبر كلاس اللي هو البيشنتس، وهدول التنين حيكونوا عندي سب كلاس، حيكون تو سب كلاسز. هاي كتير مهم المعلومه. شغله ثانيه، الكلام الموجود هون ما وجد عبث يا طلاب، في عندي هون must، انه هذا البيشنت must. هذا constraints اخذناه المحاضرة الماضية يا طلاب على الـ ER diagram. ما هو الـ constraints لما انا اكتب must full patients؟ يعني بمعنى الـ patients يجب ان يكون لها علاقة مع الـ is a relationship. must شو معناتها؟ لا ابني محمد مو disjoint. must يا طلاب معناتها total. must انتبهوا معناتها total. كل patients موجود عندي بسوبر كلاس يجب أن ينتمي إلى sub classes. فإذا must معناتها total. هلا هون يا إما يكون emergency patients أو إما يكون resident patients، هون معناتها disjoint. انتبهوا يا إما يكون emergency patients أو resident patients، يا إما هاد يا إما هاد، ما بيكون في بيناتهم mix، يعني اللي هو overlap، هون disjoint. انتبهوا. فإذا حتكون عندي two subclasses، انتبهوا two subclasses اللي هو عندي emergency patients و resident patients، والعلاقة اللي عندهم أو ال constraints اللي هي عندي يا طلاب انتبه التوتال، التوتال والديسجوينت. إذن انتبهوا في هاي الرسمة، هاي عندي التوتل بوضع خطين two lines، وهون جنب الـ is a كتبت أنا هون disjoint. disjoint يا طلاب. وهي تم تقسيمها إلى two subclasses اللي هو emergency and resident. على ما أعتقد هو وقت الذروة شكله الساعة 11 في الجامعة. أنا أعطيت المحاضرة اللي قبل ما كان في أي مشكلة. امبارح كل محاضراتي ما فيها أي مشكلة، بس ما بعرف الساعة 11 في هاي المحاضرة الماضية يوم الأربعاء وهاي المحاضرة. anyway حنكمل وحنضلنا مستمرين وحنطول بالنا. انتبهوا، we must record the check back date for emergency patients. يلا قولوا لي شو معناتها هاي، اكتبوا لي شو معناتها يا طلاب. we must record، يجب تسجيل the check back date for emergency patients. هاي شو معناتها يا طلاب؟ احنا على فكرة هاي اشياء يعني نفس اللي أخذناه في السابق في شابتر 3، بس اللي أضفنا عليه اللهم سب كلاسز.
يعني هذا خلاصة فهمنا للداتابيز كاملة. شو معناتها إذن؟ إذن ممتاز، إضافة الديت. ممتاز محمد، ننتبه، إضافة تشيك باك ديت هاي كأتريبيوت، انتبهوا كأتريبيوت وين؟ انتبهوا للإمرجنسي، وهينا تم إضافتها اللي هي سينجل أو نحكي سيمبل أو أتوميك أتريبيوت، يتم إضافتها للسب كلاس. طب لو سألتكم ما هي الأتريبيوت للإمرجنسي بيشنت؟ تذكر المحاضرة الماضية؟ ما هي الأتريبيوت للإمرجنسي بيشنت؟ الأتريبيوت البيشنت اي دي، ممتاز، وهي الكي لإلها، أخذتها من وين؟ inheritance من سوبر كلاس، ممتاز، بالإضافة للأدميشن ديت كمان من السوبر كلاس، بالإضافة للتشيك ديت. فإذا كم أتريبيوت لإلها الإمرجنسي بيشنت؟ ثلاثة أتريبيوت، تنين ورثتهم من السوبر كلاس، واحد منها، والكي اللي إلها هي نفس الكي تبعت السوبر كلاس اللي هو patient ID، والكي نفس الكي تبعت السوبر كلاس. يا طلاب ممتازين، براءة ومحمد. طيب نشوف هلأ. Only resident patient is assigned one room. بعدين كملنا room has a unique number, degree and floor number. لما أحكي هلأ هون name، بعدين عم بحكي خصائصه أو attributes لإله. هذا إذن عبارة عن إيش يا طلاب الروم؟ الروم عبارة عن إيش؟ ننتبه، الروم عبارة عن entity type. ممتاز، الروم انتبهوا عبارة عن entity type. طيب هلأ اللي بعده اللي هو room number, degree and floor number، هذول كلياتهم عبارة عن ايش يا طلاب؟ ننتبه، عبارة عن attributes لهذا ال entity type. طيب وين الكي هلأ بيناتهم؟ حكينا لكل entity type يجب أن يكون في عندي key، وإذا ما وجد key فإذا هذا عبارة عن weak entity. ولكن هون ما هو الكي؟ ممتاز براءة، ننتبه، الكي عندي هو عبارة عن النمبر. كيف عرفت إنه كي؟ حكيت لكم أنا في طريقة الكتابة، يا بقول لكم unique، يا بقول لكم is identified، انتبهوا، يا يونيك يا is identified. موجودة عندي هون كلمة، انتبهوا، يونيك، فإذا هذا هو البرايمري كي، هذا هو البرايمري كي. ممتازين. طيب ما هي العلاقة ما بين الريزيدنت؟ شوفوا هاي المرة في عندي علاقة في السب كلاس، ما لها دخل بالسوبر كلاس. ريزيدنت is assigned to one، فإذا في عندي هون relationship، وهاي الrelationship يا طلاب اللي هي assigned، تبهوا هايها، هاي هي الrelationship اللي هي is assigned. resident فقط، resident only، انتبهوا كاتبه هون أنا only، resident assigned، انتبهوا assigned one room، one room يا طلاب. room has unique number، فإذا هاي حطيتها عليها هون
underline لأنه هي عبارة عن key attributes, degree and floor number. لغاية الآن في أي سؤال يا طلاب بعيد؟ طيب بدي أسألكم, ما هي العلاقة ما بين الروم والريزيدنت لو بدي أكتبها؟ اللي هي الكونسترينز, كاردينالتي يا طلاب, البارشال توتال, شو رأيكم؟ نيجي هون, هاي شو أكتبها؟ من هذا الطرف one or many, one or many يا طلاب. ممتاز ممتاز براءة محمد, ممتاز. فإذا هذا عندي one وهو أصلا كاتب لي two one room. طيب نيجي هون من ناحية الريزيدنت, one or many, إذا مو مكتوب فأنا بشتغل بالمنطق, أكتب one or many هون, شو رأيكم؟ ممتاز. فإذا من هذا الطرف هو many ومن هذا الطرف هو عندي one, one room فيها many residents, residents many residents assigned to one room. ممتاز. نيجي هلأ للtotal partial, للtotal partial يا طلاب, من هذا الطرف الروم توتال ولا بارشل, ومن هذا الطرف الريزيدنت assigned توتال ولا بارشل. نيجي للريزيدنت, شو نكتب, شو رأيكم؟ ممتاز, أكيد يكون عندي توتال, يعني مريض مقيم وين بدي أحطه؟ أكيد حيكون في عندي في غرفة, ننتبه. فإذا هون ممتازين, ننتبه, هذا توتال, هذا توتال. طيب من هذا الطرف كمنطق توتال ولا بارشل؟ ممتاز, بارشل, ننتبه, مو كل الغرف موجود فيها مرضى. بيان ومحمد رائعين, مو كل الغرف بيكون فيها مرضى يا طلاب, فبالتالي هذا بارشل. احنا عم نحكي عن منطق, طالما مو موجود عندي هنا, لاحظوا بس عندي وان, واكيد هنا عم نحكي عن الريزيدنت, فاذا كلياتهم يا طلاب اذا is assigned to room. لغايه الان في اي سؤال؟ وهي حطيت لكم اياها, اذا هذا عندي انتبهوا total وهذا عندي partial, وهي one وهي many. طب نكمل. For each room there are number of beds, each of which has, لما نحكي each of which يعني أنا ببلش هلأ أني أحكي عنهم. فإذا هون عندي كل غرفة تحتوي على مجموعة من الأسرة, each of which has bed numbers, bed number وspecification. أنا هون شو عم بحكي؟ بحكي عن خصائص, تبهو bed number وspecification, خصائص لمين؟ خصائص يا طلاب لهاي البيدز. فإذا أنا هاي شو بدي أعملها هلأ يا طلاب؟ عم بحكي name, وهذا name ببلش أعد خصائصه, شو أعملها هون؟ عاملها عبارة عن entity type. هاي أول تفكير لإلي, عبارة عن entity type, وحيكون علاقة ما بين الروم, انتبهوا, حيكون في عندي علاقة ما بين الروم والبيد. هاي العلاقة اللي هي الهاز, علاقة بيناتهم اللي هي الهاز, أوكي؟ ولكن ما هو الكي؟ هذا أول تفكير لإلي, ما هو الكي يا طلاب ما بين, أو ما هو الكي للبيد؟ ما هو الكي للبيد؟ هلأ في إلها هون بيد نمبر
وspecification. ما هو الكي للبيد؟ شو رأيكم؟ زميلكم محمد بحكي البيد نمبر. اتذكروا كلامنا سابقا. أي entity؟ أي entity؟ مش كاتبة أنا فيها key attributes، يعني مش حاطة أنا unique، ولا كاتبة is identified، ولا كمنطق اللي هو زي SSN بالperson. فإذا هذا بيعطيني indicate إنه هاي weak entity. تبهو؟ هذا بيعطينا indicate إنه هذا weak entity. أنا مو كاتبة هون، انتبهوا، unique bid number. أنا مو كاتبة is identified by bid number. ليه؟ خلينا هلأ تذكروا المثال اللي أعطيتكم إياه، البانك والبرانشز، نفس المبدأ. عندي غرف، في كل غرفة مثلا عندي سرينين، ثلاث أسرع على حسب. مثلا في غرفة رقم 102، سرير رقم 1، سرير رقم 2، سرير رقم 3. في غرفة 104، سرير رقم 1، سرير رقم 2 مثلا. طب ما هي الأرقام تشابهت، إذن مستحيل يكون عندي البيد نمبر هو عبارة عن، انتبهوا، كي لهذا الانتيتي. فبالتالي يا طلاب هذا بيعطيني انديكيت هاي عبارة عن، انتبهوا، weak entity، أيها weak entity. فبالتالي بحط double rectangle، تنين جوا بعض. المرشح أن يكون كي إذا تم ربطه بالowner اللي هو bid number. البيد number يكون يونيك إذا تم ربطه في البرايمري كي تبع الروم. نفس المبدأ، شوفوا نفس المبدأ اللي أعطيتكم إياه في البنك والفروع تبعته. هلأ غرفة رقم، قبل شوي حكيت لكم غرفة رقم 102 وغرفة رقم 104. لو أحكي 102 واحد اللي هو سرير رقم واحد مع بعض لو جمعتهم هو كي، 104 واحد هو كي، بس لو واحد لوحده رقم السرير لوحده هذا ليس كي، هذا ليس كي يا طلاب. اتذكروا الأمثلة السابقة. فإذا هون ما بتكون عندي كمان relationship عادية. انتبهوا، هاي شو سميناها يا طلاب؟ هاي relationship اللي هي identifying relationship، اللي هي مع ال weak entity وال owner لهذا ال weak entity. ثانياً كل البيت هون يرتبطون في هاي الريليشن. فإذا هون شو بحط أنا؟ توتل، وهذا إجباري طبعاً كلياتهم، أصلاً لا وجود للبيت دون وجود الروم. هون مش كل الروم ممكن يكون فيها أسرة، ممكن أنا حاطة عندي غرفة بالمستشفى ما فيها أسرة مبدئياً، انتبهوا. فإذا ننتبه، هذا توتل، هذا بارشل. هنا when room has many bed، هاي العلاقة هون ثابتة يا طلاب بالtotal بالpartial، نفس الشرح اللي أخذناه سابقا. زيادة تأكيد على هاي المعلومة، أنا كتبت هون، يبهو شو مكتوب بالأسفل، if a room is deleted you needn't keep track of its bid any longer. إذا تم حذف الغرفة لغيناها، الأسرة اللي في جوا هاي الغرفة إحنا مو بحاجة لإلها، ولا بحاجة إنه ننتبه، يعني بمعنى نتبعها. نفس موضوع البنك، أنا إذا ألغيت البنك فإذا الفروع اللي تابعة لإله أصلاً اللي هي سبب وجود البنك، أنا تم إلغاء البنك، فإذا الفروع كلياته تم إلغائها. فإذا هي فقط زيادة تأكيد. في كتير طلاب حلوا لي هذا سابقا، نحكي في سنوات سابقة، كتب لي
deleted هي علاقة ما بين الروم والبدو، هذا خطأ. هذا بنقولكم مشان الله حطوا لي إياها weak entity. لغاية الآن في أي سؤال؟ وأعتقد سألتكم أنا بالمحاضرة، قلت لكم هل الويك انتيتي ممكن أنا أتعامل معها طريقة attributes؟ تتذكروا؟ هلأ في طلاب ممكن يحلوا لي هاي as، ذكروني. البيد ممكن ما يحطها weak entity، اكتب لي إياها بطريقة أخرى اللي هي حكينا بالمحاضرة. complex attribute، complex attribute اللي هي multi value composite. يبهو multi value composite يا طلاب. لغاية الآن في أي سؤال بعيد يا طلاب؟ ننتبه سؤال زميلكم، ليه حطينا هون تنين ريكتانجل جوا بعض؟ الويك انتيتي لو بدي أعبر عنها وحكينا مو موجود عندي لإلها كي، فأنا بحط تنين ريكتانجل جوا بعض يا طلاب، وهذا من المسلمات اللي أخذناها سابقا. تنين للويك انتيتي، ما بحط أنا ريكتانجل واحد تنين يا طلاب، تنين جوا بعض، أو نحكي هو دبل ناين لهذا الريكتانجل مرة. طيب ننتبه، هذا يعني هاي الستيتمنت فيها نوع من الفهم والذكاء للطالب، انتبهوا معي لإلها وكتير مهمة. both emergency patients and residents are cared for by a responsible doctor. فيما بعد حكيت لكم ان الدكتور في له بعض الخصائص، بمعنى انا اعطيت نيم، هيو هذا النيم، انتبهوا هذا النيم يا طلاب، ثم بلشت اعد الخصائص له، هذا النيم بلشت أعد الخصائص، فإذا مباشرة أنا هلأ صرت أعرف مجرد نيم وخصائص، فإذا هذا عبارة عن entity type. تبهو هاي دكتور نمبر، وحكي لي is identified، بمعنى إنه الدكتور نمبر هذا هو عبارة عن key attribute للدكتور. أوكي؟ وطبعا هنا كمان تبعها بخصائص أخرى اللي هو النيم للدكتور، سيفيرال سبيشاليتي هلأ حنحكي عنها، وهون الـ years of experience. نعم بحكي لي نيم وببلش يعدد الخصائص، فإذا هذا عبارة عن entity type وهاي الـ attributes لإله، ومن ضمن الـ attributes في عندي هون الدكتور نمبر، هو عبارة عن إيش يا طلاب؟ هو عبارة عن الكي attributes. وننتبه كمان لنوت من ضمن الخصائص لإله يا طلاب، شو مكتوب هون؟ several، هنا several، more than one، many، شو هذا indicate لإيش يا طلاب؟ شو نوع ال attributes هون؟ شو رأيكم؟ له هذا دكتور نيم، وفي عندي سيفيرال سبيشاليتي، ما هي الاتريبيوتس اللي بنحكي عنها هون وهي خاصه بالدكتور؟ شو رايكم؟ مجرد كتابه سيفيرال شو سميناها هاي الاتريبيوتس؟ هاي معناتها يا طلاب multi value،
multi value attributes. ننتبه multi value attributes. هذا مو تريك في هذا في هاي الستيتمنت. التريك اللي عندي انتبهوا، احنا وضعنا هلا اللي هو الدكتور، هاي الدكتور، وحطيت الخصائص اللي خاصة فيه، انتبهوا اللي هي الدكتور نمبر والنيم. هون عندي سيفيرال، فاذا السيفيرال مالتي فاليو فحكتبها بهذا الشكل. وعندنا الـ years of experience، هذول كلهم خصائص انتبهوا خاصين في هذا الدكتور. انتبهوا هاي خصائص الدكتور، خصائص الدكتور يا طلاب. اللي بيهمني هلا كتبي أنا هون both emergency، انتبهوا اللي هي هاي، وين بدي أحط هاي العلاقة؟ وين بدنا نحط هاي العلاقة يا طلاب؟ هلأ أوضع كثير مهمة هاي يا طلاب. هل أكتب هلأ هاي العلاقة اللي هي ternary relationship أول ما بيفكر الطالب فيها بهذا الشكل؟ شوفوا، هل أكتبها بهذا الأسلوب؟ هل أكتبها بهذا الأسلوب؟ ما بحكي لي both emergency patient and resident، هل أكتبها بهذا الأسلوب؟ طيب وين أحطها؟ ممتازين محمود، هل أضعها، انتبهوا اقتراح زميلكم، أحطها بهذا الشكل؟ ما في عندي ارتباط ما بين علاقة وعلاقة أخرى. طيب نشوف إجابة زميلكم محمود. ممتاز يا ابني، نحطها على البيشنت لسببين، انتبهوا لإلها، هاي كتير مهمة. أولا طالما عندي، انتبهوا هون، هاي توتال، هاي توتال، فإذا كل الموجودين عندي في البيشنت تم توزيعهم على الإمرجنسي والريزيدنت. لما يحكي لي both يعني التنتين، فإذا هم already موجودين في البيشنت، فأنا بعمل علاقة دايركت. بينما وحطوها نوت ومهمة يا طلاب، إذا كان هذا partial، هذا partial بمعنى في عندي patient، في عندي entity، بتتذكروا لما شرحنا السوبر كلاس سب كلاس، إذا كانت هذا partial، في عندي entity هون لم يتم انتبهوا توزيعها على السب كلاسز، فبالتالي بيكون إجابتنا اللي قبل شوي أعطيتكم إياها، انتبهوا اللي هي هاي بهذا الشكل، هي صحيحة. عندنا ternary relationship. إذن ليه وضعناها على patients يا طلاب؟ ليه وضعناها على patients؟ لأنه هذا عندي total، فأكيد كل الموجودين هون وهون موجودين already هون، فما في داعي أكتبها بهذا الشكل. انتبهوا، بينما إذا كان هذا partial، هذا partial، في entity هون أنا ليش أخليه شارك بهاي اللي هي العلاقة مع الدكتور وهو مش موزعة بالإمرجنسي والريزيدنت؟ فبسبب التوتل يا طلاب، سبب التوتل تم وضعها بالطريقة اللي أنا حاطت لكم إياها هون بالسلايدز. انتبهوا، هاي patient، هاي cared، وهاي doctor، هاي العلاقة بيناتهم بهذا الأسلوب. طبعاً لاحظوا هون many doctor care، انتبهوا many patients، many patients cared for by
ماني دكتور، يعني عدة دكاترة هم بيهتموا بأكثر من مريض، ومريض واحد عدة دكاترة بيهتموا فيه، أو يعني عدة مرضى يهتمون من قبل الدكاترة. فإذا هي العلاقة ماني تو ماني، هذا المنطق ننتبه. ثانيا هذا البيشنت أكيد كل بيشنت يجب العناية من قبل الدكتور، فإذا هون توتال، وهون وظيفة الدكتور أصلاً الرئيسية هي العناية بالمرضى، فإذا كمان هون توتال. لاحظوا هون كمان أنا حطيت دبل، اللي هي تبعت السبيشاليتي اللي حكينا عنها قبل شوي، ولكن ناسي كأنه أحط لكم هاي. أنتوا هلأ حطوا هاي سهلة يا طلاب بالنسبة لكم، حطوا نوتس أنا ما كاتبتها اللي هي years of experience، حطوها عندكم، لأنه هون عندي 4 attributes 70 للدكتور. لغاية الآن في أي سؤال يا طلاب؟ بعيد بعيد يا طلاب. انتبهوا لصيغة الستيتمنت الموجودة عندي هون. دكتور describe هذا verb، دائما صرنا متعودين أي verb هو عبارة عن relationship. انتبهوا أي verb هو عبارة عن relationship. Doctors describe medicine for patients، بس ما كملنا. Medicine لاحظوا هون medicine هيها is identified مباشرة، بلش يحكي لي عن الـ attributes اللي خاصة في الميديسين. is identified by trade name that has scientific name and formula. مين الشاطر يحكي لي شو معناتها؟ طبعا في هذا السؤال ارتقيت كل الكونسبت اللي أخذناه بشابتر 3 وبشابتر 4 كلهم مع بعض، وكتير يعني حاطين شغلات ما يعني مرقت معنا أو حليناها كإكزامبل في الشابتر الثالث. يلا يا طلاب medicine is identified by trade name that has scientific name and formula. شو رأيكم؟ أحد بيجاوب؟ طلاب انتبهوا، أنا كاتبة is identified يعني بمعنى هذا عبارة عن key attributes، trade name هو عبارة عن key attributes، هذا trade name is identified، هذا هو عبارة، إذن هذا entity type تابع لإله هذا attribute، انتبهوا هو عبارة عن trade name هو key attributes، ولكن كاتبة أنا هون that has scientific name and formula، بمعنى هذا الـ trade name هذا الـ key attribute يتم تقسيمه إلى attributes أخرى، يكون هذا الـ key اللي هو من أنواع الكي حكت لكم، يا أما يكون سيمبل، هذا النوع الثاني ما مرق علينا بالمحاضرات الماضية كمثال، ولكن أعطيتكم يا أزلكم تذكروا النيم اللي هو first name mid name last name، ممكن يكون عبارة عن key attributes وهو عبارة عن composite بالأساس، هو composite. هذا هو المثال يحتوي على key attributes، وهذا key attribute اللي هو trade name يقسم إلى قسمين اللي هو scientific
and formula. والscientific والformula يا طلاب هذا عبارة عن atomic, عبارة عن single, عبارة عن simple attribute. فإذا هذا عندي هون. إذا قسمنا نحن الميديسين وعرفنا إذا هون حيكون في عندي ميديسين يا طلاب. طيب هذا الميديسين وأعطيته هاي الاتريبيوت انتبهوا. دكتور prescribe medicine for patient. شو رأيكم بهاي الريليشن؟ حتكون ما بين مين ومين؟ حيكون عندي انتبهوا يا طلاب ثلاث أطراف يا طلاب اللي هي الميديسين هايها الميديسين هايها والدكتور والبيشنت. فإذا prescribe الوصفة هاي يا طلاب هي عبارة عن ternary relationship ثلاثة entity type يا طلاب ما إلها دخل بالكير. أنا بهتم بالمريض هاي علاقة. كيف علاقة المانج والورك ما بين كانت الديبارتمنت والإمبلويين نفس المبدأ. كان هون في عندي علاقة ما بين البيشنت والدكتور اللي هو الاهتمام بالمريض اللي هي الكير. بريسكرايب اللي هي يصف للمريض وصفه اللي هي بيعطيه علاجات. هاي علاقة أخرى. مو كل مريض أنا بهتم فيه أنا بوصف له انتبهوا علاجات. ممكن يكون عندي علاج طبيعي ما في داعي إن يكون عندي ميديسن أو دراجز. وطالما أنا حطيت الميديسن انتبهوا هي انتيتي تايب. فإذا دكتور مع الميديسن مع البيشنت كلياتهم في علاقة اسمها بريسكرايب. وطالما أعطاني الميديسن اللي هو كي أتريبيوت فأنا غصبا عني بدي أحطها entity type. فإذا هي علاقة ثلاثية ما بيناتهم هدول. لغاية الآن في أي سؤال بعيد يا طلاب؟ ولاحظوا هاي التريد نيم scientific name and formula وهذا هو الكي عندي للميديسن. في أي سؤال بعيد يا طلاب؟ نشوف شطارتكم في هاي. احنا وصلنا في رسمتنا بهذا الشكل. The medicine depends on another medicine to be taken before. شو رأيكم؟ Depends هي عبارة عن verb. Depends هي عبارة عن verb. أي verb نحن دائما منترجمه هو عبارة عن relationship. تبهو أي verb نحن منترجمه relationship. طيب ما نوع relationship هون عندي؟ The medicine انتبهوا is depend another medicine. ممتاز محمود. هون الدواء في بعض الأدوية وفعليا هذا تعتمد على أدوية أخرى زي السبجكت لما حكينا زي السوبرفايز لما حكينا في الامبلوي. ننتبه دي أدوية تعتمد على أدوية أخرى والتنين من نفس الانتيتي تايب. فإذا هاي كيف بدنا نترجمها يا طلاب اللي هي ريكيرسيف ريليشنشيب. انتبهوا هي عبارة عن ريكيرسيف ريليشنشيب لمين؟ لهذا الـ entity type اللي اسمه medicine. هيكون عندي هون اللي هي depends on. طيب total ولا partial يا طلاب؟ من الجهتين total ولا partial؟ شو رأيكم؟
كمنطق total ولا partial؟ من الطرفين partial، مو كل الأدوية بتعتمد على أدوية أخرى، ننتبه. طيب one to one ولا one to many ولا many to many؟ ممتاز محمد، many to many يا طلاب، many to many. مجموعة من الأدوية تعتمد على مجموعة أخرى من أدوية، أو يعني دواء بيعتمد على أكثر من أدوية، وهذا الدواء ننتبه يعتمد عليه في أكثر من أدوية أخرى، فإذا هي عبارة عن many to many. ممتاز، many to many. طيب انتبهوا هون، a doctor could prescribe one or more drugs، اللي هي الميديسن يا طلاب، يعني لما أنا أحكي لكم drugs حطوها نوت عندكم، هي عم نحكي عن الميديسن. انتبهوا، هاي هي نفسها عم نحكي عن الميديسن يا طلاب. a doctor could prescribe one or more drugs for several patients and a patient could obtain prescriptions from several doctors. يعني هذا زيادة تأكيد إنه هون عندي ternary، يعني هذا الدواء ممكن يوصف الدكتور لأكثر من مريض، وهذا المريض ممكن يأخذ أكثر من دواء. ننتبه. هلا المهم عندي الجملة الأخيرة، طبعا هذا كلياته هي زيادة تأكيد على اللي أخذناه قبل شوي. انتبهوا هون شو مكتوب. Each prescription has a date and a quantity of a medicine. فسروا لي إياها يا طلاب، هذا مهم، فسروا لي إياها وين أحطها. براءة ممتازة، أتريبيوت على وين؟ على البريسكرايب. ممتاز، ننتبه. ممتاز. هلأ من العلاقة اللي موجودة عندي هون، بما إنها many to many، غالبا لما يعطيني أتريبيوت وعلاقة many to many، وهاي الأتريب تتذكروا لما أعطيتكم الدراج سيلز وفارماسي، نفس المبدأ. انتبهوا، each prescription date، هذا date، وهاي الكوانتيتي يعني تاريخ الوصفة يا طلاب، وكمية الدواء في هاي الوصفة يتم تحديدها على prescription اللي هو على عملية الوصفة اللي هي عندي على العلاقة. فبالتالي نضع هاي الاتريبيوت، انتبهوا هايها شايفينها، نضع هاي الاتريبيوت يا طلاب على الريليشن، هايها هاي وهاي نضعها على الريليشن. فإذا عبارة عن اتريبيوت يتم كتابتها على هاي الريليشن بريسكرايب. لغاية الآن في أي سؤال بعيد يا طلاب؟ كل المعلومات اللي أخذناها سابقا وضعناها في هذا المثال. فبالتالي عندنا الهومورك، أحاول اليوم أنزله أو بكرة، بدي أشوف هلا يجمع بطريقة أو بأخرى زي هذا الموضوع، يقدر الطالب يشوف حاله إنه هو يعني منيح في هاي المادة وتمكن من كل المعلومات اللي أخذناها في شابتر 3 وشابتر 4، عشان ننتقل لشابتر 5 اللي هو عم نحكي عن أنواع الكيز وانتبهوا المابينج، وهذا المهمين كمان. لغاية الآن في أي سؤال بعيد يا طلاب؟
أنا إذا بدي أصعبه أحسن أصعب الهومورك ما أصعب ننتبه للامتحان حسب رواقاني. أوكي محمد؟ إذا هيك ننهي التسجيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلقاكم إن شاء الله يوم الأربعاء القادم. هلأ يعني